السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى متى غادي نبقاو حنا مستحمرين؟ اليوتيوب سلاح ذو حدين. علاش كنطلعوا قنوات دون محتوى هادف؟ علاش الفضائح ولات هي التراند اللي كيديروا به البوز؟ ناس الخارج ولاو يضحكوا علينا. ندى حسي ونزار والمناجر، هاد الظواهر الغريبة اللي بانت، واش هادو اللي غادي يطلعوا المغرب؟ ولا كما كيقولوا وكما قال المناجر، هما اللي صنعوا اللقاح وبقوا طالقينها عليكم بالكذوب وانتم ما كتتبعوا فيهم. شوفوا هذا الفيديو. السلام عليكم خوتي، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتعرفوا اليوم معايا المدام. صافي صافي، قالك بثلاث يوم بهذا السيناريو، نهضروا نتشوفوا مع الناس في لي كومونتير ضروري ضروري نهضروا نجاوبوا في لي كومونتير. أصابك عشق من جسمي. المهم حاولوا وصلوا لنا هذا اللايف، طلعوا لينا مزيان باش احنا يمكن لينا نهضروا. انا ما غاديش يمكن لينا نهضروا واللايف ما طالعش. شي كان حبيبه ديالك نزار السبيطي عنده بزاف ديال الوجوه، اكبر كذاب. جميع بنات المغرب حبهم، طلب الزواج من طليقه مسلم، زاد عليها الشيخه تراكس، وزيد وزيد كل هادشي باش يربح الفلوس. مور دهورنا، هاد القنوات يجب مقاطعتها حيث اهانه للذكاء ديالنا. ندى حسي هي بغات غير الفلوس، من حقها، ولكن علاش الكذوب؟ علاش الكذوب؟ مره مغنيه، مره تقول لك انا مزوجه، ودابا انا غنتزوج بنزار. انا اول مره كنشوف شي وحده مزوجه بجوج ديال الرجال، وهذا دليل على انهم طالقينها علينا. خص نقطعوا هاد الناس الخوت وراح شومه. دابا عندي واحد السؤال، هاد الجيش الجزائري اللي دخل لنا في جيج، واليوم غدا يقول لك التوجده ديالنا، الناس 30 عام هما غارسين تما اشجار النخيل، ودابا شنو؟ وكيقولوا لهم غادي ترحلوا. شكون غادي ينقد هذا الموقف؟ واش ندى حسي ونزار السبيتي؟ لماذا تدخل الجيش الجزائري لإخراج الفلاحين بهذه المنطقة تحديدا؟ هل أخفى النظام المغربي الحقائق على فلاحين في كيك وسكانها؟ أوضحت الحكومة الجزائرية في أول رد رسمي لها على الأحداث الأخيرة التي تخص فلاحين منطقة العرجة أن الأمر يتعلق باكتشاف منفذ لتهريب المواد الممنوعة عبر هذه الحقول، والذي يقع تحديداً بواحة العروضة دائرة بني والنيف لولاية بشار، حيث أكدت تقارير أنه يوجد نشاط إجرامي لتهريب المخدرات في هذه المنطقة. وجاءت هذه الخطوة التي أقدم عليها الجيش الجزائري كإجراء لتأمين الحدود البرية بين الجارتين. وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر تبقي مبادئها ثابتة في حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول المجاورة، وفي نفس الوقت هي عصية على كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها. أما بخصوص تفاجؤ سكان منطقة الفكك بقدوم الجيش الجزائري إلى واحاتهم، فمن الواضح أن الفلاحين لم يكونوا على علم أن المنطقة المستغلة تابعة للجزائر، حيث كانوا يستغلون المنطقة في زراعة النخيل والزيتون وتربية المواشي لأكثر من 30 سنة، وكانوا يدفعون الضريبة في مدينة جرادة التابعة للمغرب. وهذا ما أغضب الفلاحين، وما زاد من غضبهم أن النظام المغربي أيضا أقر بأن الأرض جزائرية ووجه تعليمات بإخلاء هذه المنطقة. وكتعليق على هذا الموضوع، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية بوغادوم أن الجزائر تترفع عن شتائم النظام المغربي، وأن الجزائر لا تريد الدخول في حملات معادية له. أنا كنقول لهم دائما عندي جوج نساء، وعندي جوج ولاد مع نساء، عندي المرأة الحقيقية ديالي ولادي، وعندي العجة مرتي من ولادي. لا فرق، فرق بيناتهم، ما يقي عليهم الكبدة. سيدتي سادتي، خبر عاجل، نزار سوبرمان كيكذب جميع الكلمات اللي قلتها. اهو جاي ينقد في جيج من العدو الغاشم. ايوا السي نزار، سمح لينا غلطنا فيك، ما صحاب ليش الا راك راجل. وها هي تندى حسي جات تلبي النداء، كيبان لي غلطنا حتى مع هاد خيتنا. ايوا تسمحي لينا حتى انتي،
ما اصحاب ليش بطلة مغوارة، واش غنقولو اللي ما عرفك جهلك اختي. ما عليش السؤال دابا، علاش الصحافة ملاهية ليا مع نزار وندى حسي وخلت ليا الامور الجادة؟ هذا هو السؤال واللي غادي يجاوب عليه انتوما.